وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكد رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أن مملكة البحرين ترجمت بهذه المبادرة توجيهات ورؤى جلالة الملك المفدى الداعمة للتضامن الإنساني العالمي. المشاركين هم من المسؤولين في المراكز المماثلة لمركز الملك حمد ومن دور العبادة المختلفة، وهذا طبعا يحسب تميزا للبحرين من خلال طبعا هذا العمل الرائع الذي أتوا به من معظم دول العالم مشاركة، جمعناهم طبعا في يوم واحد للصلاة. كما طبعا من المهم أكثر أن المشاركين اليوم بالإضافة إلى شكرهم من جهة الملك للالتقاء ببعضنا البعض، ايضا اثنوا على ما حققته البحرين من تميز عالمي في مكافحتها لهذه الجائحه. طبعا ويعود بالفضل الى سمو ولي العهد الامين وفريق البحرين والقادر الطبي والامني والمتطوعين الذين طبعا لهم كل الشكر والتقدير، ليس فقط من مركز الملك حمد ولكن من كل البحرين ومن كل المشاركين الذين شاركونا في الحقيقه هذا اليوم.